السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لي شوسون بلي زيبينا والدجاج في الفران، كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. بالنسبة للمقادير، عندنا نص كيلو ديال الفورص، عندنا جوج فرماجات، عندنا شوية الملحة، خميرة ديال الحلوة، البزار والتحميرة، شوية ديال الخل، الحليب، نص كاس ديال الزبدة مذابة، معلقة صغيرة ديال الموطارد، وزيت الزيتون. أول حاجة غادي نضيفو خمارة ديال الحلوة، راس المعلقة، شوية ديال السكر، البزار، التحميرة والملحة. غادي نزيدو جوج فرماجات، غادي نزيدو معلقة صغيرة ديال الموطارد، زبدة طيبة نصف كأس، جوج معالق ديال زيت الزيتون، غادي نخلط الخليط ديالي غير بأطراف الأصابع، غنبسبسو واحد شوية. كنخدمو غير بأطراف الأصابع كما قلت لكم، ما نعجنوهاش، كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف الحليب هو الاول تدريجيا، هنا عندي الحليب بارد من الثلاجة، غادي نحاول ندخل فيه الكمية كاملة ونشوف الى خصني راني غادي نزيد واحد شوية، عيني ميزاني. هنا زدت واحد شوية ديال الحليب، دابا غادي نضيف قطرات من الخل، باش تجينا العجينة هشيشة. صافي، هنا كنحاولو نجمعوها. هاد الشي اللي بقى ليا من الحليب اللي زدت، هنا قسمتهم على ثلاثة ديال الكويرات، نخليهم يرتاحوا شوية ونمشي للحشوة ديالي. بالنسبة للحشوة عندنا لي زيبينار، انا هنا وريتكم كمية قليلة ولكن غادي نضوب المقادير. غير بالنسبة لي زيبينار عندي الربيع، عندي العطرية، الدجاج، البصلة والفخوماج بلون. غادي نبدا بالبصلة، غادي نشحرها واحد شوية، غادي نزيد زيت الزيتون هي الاولى ونضيف عليها البصلة، غادي نعطيها الوقت حتى تشحر واحد شويه
هاد غادي نزيد الدجاج ديالي بعد ما تشحرات ديال البصله غادي نزيد الدجاج غنشحرو حتى بواحد شويه هنا عندي العطريه عندي التحميره البزار الثومه بودر والخرقوم والسكنجبير غادي نعاود نخلط طريقة سهلة وبسيطة غادي نضيف الربيع ديالي من بعد ما طابت ديال الحشوه ديالي غادي نبدا نزيد لي زيبينار شويه بشويه وغادي نضيف واحد الكميه واحده اخرى بحال اللي عندي هنا في الطبسل غادي نزيد كميه واحده اخرى باش تقدني كنزيدو شويه بشويه الوقت اللي كتنزل لي زيبينار كيهبطوا كنزيد عاوتاني هنا غادي نكمل لي زيبينار كاملين وغادي نضيف عليهم فرماج بلون كما كتلاحظوا معايا هنا بديت بسطت العجينه ديالي هنايا الحشوه ديالي كما كتلاحظوا صافي التفصيل باش تبرد ليا واحد شويه غادي نزيد على جوج معالق كبار ديال الفرماج بلون كما كتلاحظوا معايا وغادي نخلط هنا غادي نخليها حتى تبرد واحد شويه ونجي نقاد العجينه ديالي هنا خدت بيضه وزدت على شويه الخل هنا الدقيق هنا بسطت العجينه ديالي غادي ناخذ القطاعه تشكل دائري وغادي نبدا نقطع على هذا الشكل هذا دابا غادي نضيف الحشوه ديالي كما كتلاحظوا معايا غادي نصيبهم دفعه واحده كنديرهم غير في الجنب ديال الدائره هنا خديت البيض وغادي ندهن هاد البلاصه هادي بالضبط باش تلصق ليا العجينه
هنا بديت كنشكلهم على شكل هلال كما كتلاحظوا معايا، وغادي قادهم شويه بالفرشاه. هنا نستعملوا بشويه ديال الدقيق باش العجينه تلصق. هنا من بعد ما كملت لي شوسون ديالي دهنتهم بشويه ديال البيض ولي بافو كما كتلاحظوا معايا، هنا دخلتهم الفران وجاو على هذا الشكل، هذا جاو زوينين وخفافين ومقاديرهم بساط. نتمنى تجربوها، والصحة والراحة.